ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الموضوعات القانونية اللي بتقدمها نقابة المحامين من خلال موقعها الالكتروني، اللي بنقدم من خلاله مجموعة من الموضوعات والمناقشات والاجابات والمقترحات على الاسئلة والموضوعات اللي بيطرحها وبيسأل عنها شباب المحامين، عشان تكون مرجع يقدر يستعين به او يرجع اليه ولادنا وشبابنا من المحامين من خلال موقع النقابة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيشغل عدد كبير جدا من المشتغلين في قضايا الأسرة، من ولادنا وزمايلنا واخواتنا الشباب المحامين، هو الفرق بين الطلاق والخلع، والفرق بين الطلاق للضرر والطلاق لاستحالة العشرة. لما نيجي نتكلم عن الفرق بين الطلاق والخلع، واحنا سبق وشرحنا ده قبل كده لكن بإيجاز، زي ما قلنا ان الخلع هو الطلاق بعوض، واللي فيه الزوجة بتتنازل على نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، إعمالا للقاعدة الفقهية وللحديث الشريف بأن ردي عليه حديقته. إنما الموضوع في الطلاق بيختلف، لأن الطلاق وإن كان هو الفرقة بين الزوجين، إلا أن الطلاق له ضوابط وشروط، وصرحهن بالمعروف ولا تنسوا الفضل بينكم. هذه الآيات القرآنية يجب أن تكون محل اعتبار عند مسألة الحكم بالطلاق أو الرجوع إلى الطلاق بصفته هو الحل الأفضل لاستحالة العشرة بين الزوجين. أما استحالة العشرة كأحد صور الطلاق باعتباره هو طلاق للضرر، بمعنى اللي عايزين نقوله إيه؟ إن الطلاق للضرر هو الطلاق اللي بيكون فيه مجموعة من الأضرار، إذا ما أصيبت الزوجة بأحد هذه الأضرار كان لها الحق في أن تحرك أو ترفع دعوى الطلاق للضرر. والطلاق لاستحالة العشرة هو أحد صور، بل هو أهم صور الطلاق للضرر. وعادة ما بيكون الطلاق لاستحالة العشرة بعد أن يكون هناك يعني مستندات دالة على وقوع الضرر، وده بيتم من خلال إثبات الزوجة لوقائع الضرر من خلال التقارير الطبية أو من خلال شهادة الشهود إذا كان هناك اعتداء مادي عليها بالضرب وإحداث الإصابة. في الطلاق للضرر صور كتيرة ومختلفة، قد يكون الضرر بسبب الهجر، قد يكون الضرر بسبب الضرب، قد يكون الضرر بسبب عدم الإنفاق، قد يكون الضرر بسبب السفر، قد يكون الضرر بسبب عدم القدرة على تحمل المسؤولية، أو قد يكون السبب بسبب عدم القدرة على أداء الواجبات الزوجية، فللزوجة الحق في أن تقيم دعوى الطلاق. طيب هل يا ترى الزوجة حينما تقيم دعوى الطلاق للضرر وتثبت أمام المحكمة وجود الضرر، هل تستحق كامل حقوقها؟ أو متى تستحق هذه الحقوق؟ يعني فيما هو معمول به وفقا لأحكام محكمة النقض المصرية، وفقا لأحكام قضاء الأسرة في مصر، بأنه غالبا ما يكون الحكم الصادر بالتطليق للضرر مرتبطا بأحقية الزوجة في أن تحصل على كامل حقوقها. لكن أحيانا اللي بيحصل أن المحكمة تحكم بالطلاق للضرر مع جزء من حقوق الزوجة، كما لو كان 50% من حقوقها، 70% من حقوقها، وقد يقل أو يزيد، وده بيتم تقديره من خلال تقرير الحكمين ومن خلال تقرير الخبير اللي بيقول أو بيثبت من خلال التقارير الاجتماعية بأن الضرر الذي لحق بالزوجة أو الضرر اللي موجود الذي أصاب العلاقة الزوجية قد يكون الطرفين مسؤولين عنه، كما لو كان الضرر ده هو أحد الأسباب اللي بتتحمل فيها الزوجة جزء من المسؤولية ويتحمل فيها الزوج أيضا جزء من المسؤولية، فتقدر المحكمة بين مسؤولية كل منهما. فإذا ما ثبت أن مسؤولية الزوج أكبر، كان للزوجة الحق الأكبر والنصيب الأكبر في الحقوق، وكلما قلت مسؤولية الزوجة عن الضرر وتحملها وقدرة تحملها لهذا الضرر لكي تستمر الحياة الزوجية، كلما زاد نصيبها من الحصول على مستحقاتها. فإذا ثبت أن الزوجة التزمت بكافة حقوقها الزوجية وكانت على الوجه الأكمل من الانصياع والطاعة والاحترام والحفاظ على البيت، إلا أن هذا الزوج لم يحترم القواعد والأصول المعروفة أو المتبعة في المجتمع المصري للحفاظ على الأسرة المصرية، كان للمحكمة أن تقضي لها بالتطليق مع احتفاظها بكامل حقوقها. أما إذا كان الأمر متعلق
باستحالة العشرة بينهما لوجود أسباب مشتركة وعيوب مشتركة ما بين الزوجين، في الحالة دي المحكمة ممكن تحكم بالتطليق مع أحقية الزوجة في 50% من حقوقها وليس كامل حقوقها. هي مسألة تقديرية ترجع إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع بعد تقرير الحكمين وتقرير الخبير الاجتماعي الذي يكشف عن مدى وجود الضرر وتوافره ومن المسؤول عن هذا الضرر وهل ممكن التعايش مع هذا الضرر أم لا، ومدى تمسك الزوجة بالانفصال والتطليق رغم كون الضرر من الأضرار المقبولة التي قد يتم التعايش معها، لكن إصرارها على الانفصال في الحالة دي المحكمة قد تقضي لها بالتطليق ولكن ليس بكامل حقوقها. أحمد مهراد.